مساء الخير، اهلا بحضراتكم من جديد. تابعنا منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يفتتح المرحله الرابعه من الخط الثالث لمترو انفاق ووضع حجر الاساس لمحطه عدلي منصور التبادليه. طبعا المحطه تعد احدى المحطات المركزيه الكبرى لربط العاصمه الاداريه الجديده بكافه مدن ومحافظات الجمهوريه. تضم المحطه مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية كمان استثمارية على مساحة 15 فدان، وترتبط ما بين شبكة خطوط 5 ورسائل نقل ووسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية. الرئيس السيسي رحب طبعا بالرئيس عدلي منصور الذي تم تسمية كبرى محطات الخط على اسمه، وأكد أنه شخصية كمان وطنية عظيمة كان له دور عظيم في أصعب المراحل التي مرت على مصر. أيضا الرئيس السيسي أشار إلى أن السكة الحديد المصرية هي ثاني سكة حديد في تاريخ العالم، ومن المحزن الأمر الذي وصلت له، والسبب الرئيسي هو عدم تقديم الخدمة بمقابل معقول للمواطن بثمنها أو حتى بدعم بسيط. أيضا الرئيس السيسي أشار إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية قائلا إننا نريد الحفاظ على صحة المصريين. هناك أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وهناك أحياء سيسمح برفع دور أو اثنين فقط، قائلا إن هذا أمر لا تهاون فيه وعلى المواطنين أن يكونوا مستعدين لهذه الخطوة. الرئيس السيسي أيضا أكد أن خريطة هذه القرارات ستكون واضحة خلال 6 أشهر، وهي الشهور التي تم المد فيها لعملية التصالح على البناء. أيضا الرئيس السيسي أكد أن التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أراضي الدولة تكلف الدولة كثيرا، ضاربا المثال بمشروع كوبري الرياح التوفيقي الذي كلف 1 مليار جنيه لتلافي إزالة المنازل المقامة عليه، وأنه لو كان هناك التزام بحرم الرياح لتلافينا 3/4 هذه التكلفة. خلال الافتتاح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر تقدمت 90 مركز لتحتل المرتبة 28 على مستوى العالم في شبكة الطرق، والمركز الثاني في إفريقيا من حيث جودة الطرق. أيضا مدبولي قال إن إجمالي الاستثمارات المدرجة لتطوير الموانئ تصل ل 71 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تطوير 12 ميناء بحري من أصل 15 ميناء بجانب إنشاء مينائين جديدين. أضاف أيضا إن حجم الاستثمارات لتطوير المطارات المصرية يصل ل 50 مليار جنيه بجانب إنشاء 4 مطارات جديدة. تحدث أيضا رئيس مجلس الوزراء عن تطوير الممرات الجوية بالقاهرة وشراء أسطول جديد بمطار القاهرة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد لمطار سفنكس مع تطوير مطار سانت كاترين، بالإضافة إلى أن تكلفة رفع كفاءة الخط الأول من مترو الأنفاق واللي وصلت ل 22 مليار جنيه. تم الانتهاء من 15 محور خلال العام الجاري وإضافة 3 آخرين بمعدل محور عرضي كل 25 كيلو أيضا. وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن رفع كفاءة الطرق داخل المحافظات، وذلك بتنفيذ مجموعة من الطرق بتكلفة 36 مليار جنيه كمرحلة أولى منذ سنتين، وتوفير 6 مليارات هذا العام لتنفيذ هذه الطرق، وإضافة 10 مليارات أخرى بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت هذه أهم النقاط التي جاءت اليوم في افتتاح المرحلة الرابعة من محور الخط الثالث لمترو الأنفاق، وبالتأكيد سوف نوفيكم بكل ما هو جديد في متابعتنا الإخبارية على مدار الساعة اليوم مع رئيس عبد الفتاح السيسي، صحبة رئيس مجلس الوزراء طبعا وعدد من الوزراء الموجودين لافتتاح المرحلة الرابعة من مترو الخط الثالث لمترو الأنفاق. شكرا لطيب المتابعة، كنت معاكم نسرين فؤاد، إلى اللقاء.